لكم منا متابعينا وفياء مشاهدي برنامج ملاعب، لكم منا أصدق تحية. نطل عليكم من جديد في إطار موعدكم الرياضي اليومي على قناة بي دي آن تي في، وذلك في إطار المنافسات أو في إطار هذا اليوم الخاص بالنسبة للمنتخب المغربي، حيث تم الكشف عن لائحة المنتخب المغربي الذي سيشارك في نهائيات كأس العالم القادمة في قطر التي تنطلق بعد حوالي 10 أيام. لائحة تميزت بكونها كانت نوعا ما مرتقبة، حيث تم الاعتماد على قطع الغيار والتي شكلت ثوابت المنتخب المغربي خلال السنوات الأخيرة بنحو 70%، مع ظهور وجهين جديدين خلافا للائحة الأخيرة للمنتخب المغربي الذي شارك في نهائيات كأس أو شارك في المباراتين الوديتين الأخيرتين اللتين أقيمتا في إسبانيا. الوجه الذي كان يترقبه الجميع عبد الرزاق حمد الله توجه له الدعوة للمشاركة في المونديال بالإضافة إلى بلال الخنوس، وبالنسبة لباقي العناصر فكلها كانت مرتقبة مع توجيه الدعوة لثلاثي حراس المرمى الذي شارك في المونديال الأخير في روسيا في العام 2018، ثم الثوابت الأخرى بقيادة العميد رومان سيس. الحديث عن هذه اللائحة النهائية الختامية، لائحة أسود الأطلس الذين سيرحلون بأمال عريضة إلى قطر، ينضم إلي في حصة اليوم ويطل علينا لأول مرة في رحاب برنامج ملاعب صديقنا الإعلامي الصحفي الرياضي أخ هشام بن ثابت. صديقي هشام، أهلا مرحبا بك. مرحبا بكم، مساء الخير، ومساء الخير للزملاء الكرام والمشاهدين الكرام. ومعنا صديقي هشام ضيف يطل علينا بين الفينة والأخرى، صديقنا السي محمد بن العودي اللي طبعا حيكون ما وجهنا له الدعوة يشارك معنا في برنامج ملاعب. السي محمد أهلا مرحبا بك. أحلى وشرف لي دائما نكون معكم السي فؤاد، ومرحبا بالسي هشام، وليلة سعيدة إن شاء الله. إذن أصدقائي نمشي عند السي هشام بن ثابت الصحفي الرياضي. السي هشام طبعا الحال قبل ما نتحدث على هذه اللائحة فقط أننا نذكر المشاهدين الكرام بهذه العناصر اللي كيراهن عليها وليد الركراكي لقيادة المنتخب المغربي، فقط للتذكير لمساواة حراسة المرمى بونو، منير المحمدي، ورضا التقنوتي. بالنسبة للدفاع أشرف حكيمي باريس سان جيرمان، نصير مزراوي بايرن ميونخ، نايف أكرد من نادي ويست هام، رومان سايس بشكتاش، أشرف داري بريست، يحيى عطية الله من الوداد، وبدر بنون من نادي قطر القطري، وجواد الويق اليميق من فريق بلد الوليد. بالنسبة لخط وسط الميدان سفيان المرابط، عز الدين أناحي، أمين حارث، سليمة ملاح، عبد الحميد الصابري، سفيان بوفال، عبد الصمد الزلزولي، حكيم زياش، زكريا أبو خلال، إلياس الشاعر، ولاعب فريق الوداد البيضاوي يحيى جبران. بالنسبة لخط الهجوم يوسف أنصيري، بلال خنوس لاعب نادي غانك، ووليد شديرة، ثم عبد الرزاق حمد الله لاعب فريق اتحاد جدة. بالنسبة لك صديقي هشام كيف ترى أنت هذه اللائحة، متوازنة متكافئة منتظرة أم ربما لك رأي آخر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كما ذكرتي سي فؤاد اللائحه كانت مرتقبه، ويعني ما كانتش مفاجئه بالنسبه لنا احنا كاعلاميين او حتى بالنسبه للراي العام الوطني بحكم الوقائع والاحداث اللي جرات في اليومين الماضيين، وحتى التسريبات كانت هناك تسريبات اللائحه بما فيها عوده اللاعب حمد الله. في نظري اللائحه هي متوازنه، بدل فيها الناخب الوطني سي وليد الركراكي مجهود كبير باش يحسم فيها، خصوصا مع ضيق الوقت وفي المده الوجيزه اللي تسلم فيها التفادي المنتخب الوطني المغربي. اللائحه تتمزج فيها ما بين الشباب والخبره، تضم لاعبين سبق لهم خوض المونديال ولاعبين جدد تياخذوا المونديال لاول مره. الجميل في اللائحه هو ان يعني 8 ديال اللاعبين هما يمكن نعتبروهم محليين، سبق لهم سواء سبق لهم اللعب في الدوري المغربي او كذلك انتقلوا من الدوري المغربي للدوريات الخارجيه.
بالفعل كما ذكرتي تواجد يعني مهم للاعبين اللي مارسوا في البطوله المغربيه صديقنا هشام، خصوصا مستوى خط حراسه المرمى ياسين بونو لاعب سابق لفريق الحارس السابق لفريق الوداد، وايضا رضا تكناوتي الحارس الحالي لفريق الوداد، لاعبين كنايف اكرد وك يعني اشرف داري ويحيى عطيه الله بدر بنون جواد يميق، هذو كلهم لاعبين اللي سبق لهم مارسوا في البطوله. نتجه إليك صديقي محمد بن العودي، بطبيعة الحال كل كان كيرتدر هذه اللائحة، كيفاش جاتك أنت هذه اللائحة؟ واش ربما ما كاينش شي عناصر اللي تفاجأتي بالتواجد ديالهم أو عناصر اللي تفاجأتي بالغياب ديالهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أعتقد بأن اللائحة إلى حد ما هي شبه متوازنة على مستوى جميع الخطوط، مع بعض الملاحظات بطبيعة الحال، لأن غياب مثلا أيوب الكعبي هداف المنتخب في التصفيات وكذلك ماهير ربما كان من المفاجآت، لأن أيوب الكعبي عندما تلعب مثل هذه المنافسات فأنت تحتاج إلى لاعبين ذوي تجربة، ربما أيوب الكعبي كان من اللاعبين اللي خاضوا منافسات كأس العالم في روسيا 2018، ربما عامل تجربة كان مهم أن يكون حاضر لاعب قيمة أيوب الكعبي، لأن جميع المعطيات والأرقام بالنسبة لهذا اللاعب في الموسم الحالي هي إيجابية، يسجل ويتألق مع الفريق ديالو، شارك مع المنتخب الوطني في جميع المباريات ديال التصفيات، فكنظن هذه يعني هذا الاستثناء الوحيد تقريبا اللي عليه الملاحظة، باقي اللاعبين كنظن بأنهم يعني يستحقون، وهما اللاعبين اللي ربما إلا غنختارهم في اللائحة ديال المنتخب الوطني، مع استثناء بلال خنوت اللي أول مرة توجه له الدعوة رفقة المنتخب الوطني الأول، ما سبقش اللي خد مباريات، كانت مباراة ربما تدريبية مع منتخب مدغشقر لما كان في المعسكر ديال المنتخب الأولمبي، ونادى عليه وليد ركراكي لتعزيزه في المنتخب الوطني الأول، بخلاف باقي اللاعبين كنظن بأن لاعبين عندهم تجربة، 9 لاعبين كانوا مشاركين في اللائحة حاول في المنافسات ديال كاس العالم النسخه الماضيه، يعني ربما كان هناك مزيج بين اللاعبين اللي عندهم تجربه واللاعبين اللي عندهم طموح انهم ياخذوا هذه المنافسات. كان اهم شيء كتكلم عليه زميلي هشام هو عوده حمد الله، لان كان اخر ملف ولا اخر نقطه ديال الخلاف كاينه في المحيط وفي المنتخب الوطني هو ابعاد حمد الله بعد ما تحل الملف ديال زياش المزراوي، فكنظن اليوم عوده حمد الله هي إضافة مهمة للمنتخب الوطني، وربما غتعطي واحد الشحنة قوية لهذا اللاعب هذا، باش أنه يدارك ما فاته في المسار الرياضي مع المنتخب الوطني ويظهر بصورة جيدة ويحاول أنه يقدم الإضافة للمنتخب الوطني في منافسات كأس العالم بقطر إن شاء الله. طيب بالنسبة لك صديقي محمد بن ثابت، هشام بن ثابت، يعني بالنسبة لك سي هشام، يعني ما كتشوفش مجازفة من قبل وليد الركراكي أنه يوجه دعوة هكذا الحمد الله يعني في آخر الأمطار أو يعني قبل أيام من المونديال، علما بأن يعني اللاعب يغيب عن المنتخب لسنوات، وعلما بأنه يعني ما كانش مع المنتخب في التربص الأخير؟ بصراحة هذا هو التساؤل الكبير والعريض اللي يطرحه الجمهور المغربي، اعتبارا ان السي وليد الركراكي دخل ربما الضغوطات ديال الجمهور، حتى من التصريحات السابقه ديالو اللي كانت بها ما كانش مقتنع بحمد الله، حيت صرح انه ما تيوائمش طريقه اللعب اللي تيمتاز بها وليد الركراكي، يعني اللعب الجماعي وما تيعتمدش على المهاجم الصريح، قال انه حمد الله تيعتمد انه خصو توصل ليه هو الكره، بينما هو ولد الركراكي تيفضل اللاعب الجماعي. كما ذكرت يمكن سي وليد دخل ومعه الجامعه دخلت الضغوطات ديال الجمهور المغربي، ربما بغى ترضي الجمهور المغربي اللي نادى عدد كثير منه بالعوده ديال عبد الرزاق حمد الله. الحمد لله ما نبصوش القيمه ديالو، لاعب كبير يعني هداف، غير تيبقى الفارق هو ما بين الدوري السعودي والدوريات الاوروبيه. نعم. يعني تم تضحيه باللاعب ايوب الكعبي اللي تنعرفوا القيمه ديالو، حتى هو يعني تيلعب في دوري يعني جيد اللي هو الدوري التركي وتيسجل اهداف، ربما الطريقه ديال اللاعب ديال الكعبي مع حمد الله متشابهه
وفي الحسم تم الاختيار ديال حمد الله في النهايه. نعم، طيب بالنسبه نرجع لهذه النقطه معك سي محمد بالعودي، كنشوفوا بالنسبه لخط الهجوم اربعه عناصر: يوسف النصيري، وليد شديره، عبد الرزاق حمد الله، وبلال خنوس. بلال الخنوس ليس بلاعب مهاجم صريح، هو لاعب وسط ميدان في الجهه اليمنى. هذا يعني ان وليد الركراكي اختار ثلاثه لاعبين فقط باش يلعبوا في المربع العمليات، يعني يوسف النصيري ووليد شديره وعبد الرزاق حمد الله، في غياب لاعبين اخرين اللي كنا شفناهم في يعني السنوات السنتين او ثلاث سنوات الاخيرات، حتى على الكعبي، على سامي ماي مثلا، على رحيمي مثلا، ايضا سفيان. واش ما كنشوفوش ان هناك واحد النقص بالنسبه للمهاجمين، على اعتبار ان العناصر الاخرى هي عناصر اللي كتلعب في الاجنحه؟ لما تحدث عن ابو خلال، نتحدث عن الصمد الزلزوري، عن حكيم زياش، سفيان بوفال، هذه كل عبد الحميد يعني صابر، هذه كل عناصر اللي كتلعب يا اما في على مستوى الرواقين الايمن او الايسر، او على مستوى وسط وسط الميدان الهجومي. واعتقد بان يعني الاختيار ديال التشكيله والاختيار ديال اللاعبين بالنسبه للوالد الركراكي كيكون بناء على تصور ديال طريقه اللاعب، وبناء على يعني التكتيك اللي باغي يشتغل به المدرب، وبناء على قناعاته بخصوص اللاعبين والتالق ديالهم، وكذلك بناء على التقارير التقنيه اللي كتوصل بها من المساعدين ديالو ومن الطاقم التقني اللي كيتابع اللاعبين طيله يعني المسار ديالهم مع الانديه اللي كيحترفوا فيها. كنظن بان وليد الركراكي اليوم الا اختار ثلاثه لاعبين فهو عارف بان يعني يعني خص يكون عنده خيارات كثيره على مستوى الاجنحه، وكذلك على مستوى خط وسط الميدان. انا كنعرفوا بالمباريات تم ذاك خط وسط الميدان في المستوى، يكون عندك واحد العامل ايجابي انك تحقق نتيجه ايجابيه وتكون مسيطر على اللاعب. فكنظن بان عرف وليد الركراكي بان ممكن ان يعتمد على خيار واحد كراس حربه، وبالتالي ما كانش زعما عنده رغبه انه يكون عنده عدد كبير من المهاجمين في لائحه المنتخب الوطني، بقدر ما يكون عنده عدد كبير من اللاعبين في الاجنحه وخط الوسط من اجل التنويع في اللاعب، من اجل كذلك يعني تحسبا للاصابات، تحسبا للانذارات. كنظن بان حمد الله الحضور ديالو مهم وان كان في الدقائق الاخيره، ولكن كنظن بانه مهم لان درنا اكثر الجدل كبير كان مرافق يعني الملف ديال حمد الله، المستوى ديالو وطريقه اللعب ديالو ولا يعني الاحترافيه ديالو ولا في تسجيل الاهداف، فما يمكن حتى شي واحد ينكرها ولا انه ينقص منها. لاعب بحال هذا فكنظن بانه مهم انه يكون مع المنتخب الوطني، لان كنا كنعانيو في السنوات الاخيره ولا على الاقل في التصفيات من اننا كنوصلوا للمره كنخلقوا فرص ولكن متمم العمليات ذاك القناص اللي هو مهم ما كيكونش. داك الشيء علاش قلت انا كان مهم انه يكون الكعبي، لان نسبه الاهداف عنده، نسبه ديال التسجيل، هو هداف ديال المنتخب الوطني في التصفيات مع حمد الله كذلك اللي هو قناص واللي متالق مع الفريق ديالو. حنا ما كنقولوش اليوم راه المنقذ هو حمد الله، ولكن نعم، لاعب مهم اللي كان مزيان ان تعطى الفرصه ديالو باش يكون مع المنتخب الوطني ويبرهن على الكفاءه ديالو. طيب غير يعني بطبيعه الحال بالنسبه لحمد الله يجب ان لانه كما اعتذر يعني منذ ايام، يجب بطبيعه الحال ان ياخذ العبره والدرس، وبطبيعه الحال انه يندمج في المنظومه ككل ديال المنتخب المغربي، ويرضخ بطبيعه الحال لقرارات المدرب، وانه يكون ضمن فرد ضمن المجموعه وليس نجم فوق العاده. نمشيو خط بخط اصدقائي، نمشيو بحراسه المرمى. كتشوف بطبيعه الحال اخي هشام، دعنا نقول ان المنطق كان حاضر بالنسبه لحراسه المرمى، هادو هما الحراس اللي ربما تألقوا في الاونه الاخيره، حتى انهم هما دول الحراس اللي كانوا في نهائيات كاس العالم 2018، اي ياسين بونو، منير المحمدي، ورضا التكناوتي. هذا يعني ثبات على مستوى حراسه المرمى، وان كان يعني بعض الحراس كانوا ايضا بامكانهم يمشيوا لكاس العالم، نتحدث خصوصا على الحارس انس الزنيتي. كما ذكرتي المنطق احترم في اختيار حراس المرمى، يعني هذا لاكريم اللي كاين عندنا في المغرب، اجود الحراس اللي كاينين هما
الثلاثي بونو المحمدي وتاغناوتي، كان يعني الاشكال هو في الاختيار ما بين تاغناوتي وزنيتي. زنيتي في اخر المطاف يعني خانته الصحه ديالو، يعني تعرض للوعكه الصحيه اللي كانت تعرض لها هي اللي حالت دون الاختيار ديالو. نعتبره غير محظوظ انه المره الثانيه يعني ما تيتمكنش من المشاركه في هذا الاستحقاق العالمي. بالنسبه لتاغناوتي حتى هو تيستحق انه يتواجد في اللائحه، ما كرهناش حنا كنا مشاو باربعه، يعني اربعه ديال الحراس ديال المرمى، ولو ترضيه للحارس وتكريم للحارس الزنيتي. نعم، هناك بالنسبه لك ايضا نفس التساؤل يطرح لك صديقي محمد بن العودي، ترى يعني حراسه المرمى الثلاثي منطقي، وان كان مجموعه من الحراس حتى كيبداو يتالقوا وكيرتكبوا بعض الاخطاء، وفي نهايه المطاف كيبتعدوا عن المنتخب المغربي. نتحدث على مجموعه من الحراس كالحارس اللي رجع لفريق المغرب وحارس محمدي اللي رجع لفريق المغرب الفاسي، هناك ايضا مجموعه من الحراس اخرين في البطوله اللي تالقوا ولكن في نهايه المطاف ما كيلتحقوش بالركب او بالمستوى ديال هذا الثلاثي. كنظن بان يعني افضل الحراس راه هما اللي كاينين في اللائحه، الا شفنا لهم ان زنيتي كان معطى اللي خفف نوعا ما الضغط على وليد ركراكي، هو معطى ان وليد انا زنيتي يعني خضع العمليه الجراحيه، وبالتالي يعني حتى في الاختيارات فكتختار اللاعب الجاهز اكثر جاهزيه، واللاعب اللي هو يعني وكيواصل التدريب ديالو. كنا كنعرفوا يعني الكفاءه والتالق ديال انا زنيتي وكنعرفوا المستوى ديالو، ولكن كنظن بان العمليه الجراحيه اللي خضع ليها خلاته بنسبه كبيره انه يبتعد على المنتخب الوطني ولا على حلم المشاركه في المونديال. رضا تاغناوتي كذلك من الحراس المتالقين، متوج بدوري عصبه الابطال، كان في النسخه الماضيه ديال كاس العالم. كنظن بان كاين حراس اللي خصهم يعني يتاخذوا من ياسين بونو ولا من منير الكجوي ولا من تاغناوتي ولا انا زنيتي يعني قدوه، وانهم يسيروا المسار ديالهم. كاين بن عبيد، كاين الحمياني، وكاين حراس شباب اللي جايين يعني في المسار ديالهم وكيبصموا على مستوى جيد في الدوري الاحترافي، فهادو هما اللي كنتمناو انهم يكونوا الخلف وانهم يواصلوا المسار ديالهم المتالق باش يكونوا هما حراس المنتخب الوطني ومستقبلا. نعم، طيب بالنسبه لخط الدفاع تراه متوازنا صديقي هشام بن ثابت، يعني بحضور يعني هاد المجموعه خط الدفاع دعنا نقول هو اللي كيتواجدوا فيه اللاعبين المنحدرين من البطوله الوطنيه البطوله المغربيه او يعني التحقوا بعالم الاحتراف، نتحدث عن نايف اكرد وعن اشرف داري وعن يحيى عطيه الله وبدر بنون وكذلك جواد اليامي، قد كلهم مدافعين يا اما مارسوا في البطوله او لا يزالوا كما هو الشان بالنسبه لعطيه الله، او انتقلوا لعالم الاحتراف كما بالنسبه للاكراد ولا اشرف داري وكذلك اليميق وبدر بنون. كما ذكرت من قبل يعني الجميل في اللائحه هو اللاعبين هذول اللي تكونوا في المغرب واحترفوا في الخارج. يعني احسن لاعبين راهو في خط الدفاع هما اللي كاينين حاليا، تبقى التساؤل هو مدى الجاهزيه ديال هاد اللاعبين. كما تنعرفوا البعض منهم كان مصاب مثل اليميق مثل نايف اكراد، اللاعب داري كان تهمش في المقابله الاخيره مع الفريق ديالو، هذا هو التساؤل اللي مطروح يعني مدى الجاهزيه. سايس رومان سايس حتى هو عائد من الاصابه، ولكن في مثل هذه التدهورات الكبرى يعني تيكبروا حتى اللاعبين تيكبروا يعني تيجوا على نفوسهم وتيبذلوا مجهود مضاعف باش يكونوا في المستوى المطلوب ان شاء الله. نعم، وعلى مستوى الرواق الايمن والايسر لا مشاكل، يعني الامور مضبوطه صديقي بالعودي مع تواجد اشرف حكيمي واللاعب نصير المزراوي اللي تالق مؤخرا مع الفريق ديالو بايرن ميونخ، ويعني لاعب اشرف حكيمي اللي كيواصل التالق مع ناديه باريس سان جيرمان، ربما من دعنا نقول الاوراق الرابحه بالنسبه للمنتخب المغربي هذين اللاعبين اللي كيمارسوا بفريقين كبيرين وعريقين وفريقين اللي غيتواجهوا في منافسات دوري الابطال شهر فبراير القادم، باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ.
وكنظن الى تابعنا المسار ديالهم اللاعبين لا المزراوي ولا حكيمي مع المنتخب الوطني فبجوج تالقوا في الجهه اليمنى وبجوج كانوا متالقين في الجهه اليسرى. شفنا المزراوي من خاد المباراتين الاخيرتين كان في المستوى، حكيمي لعب مباراه كبيره مع المنتخب الوطني كظاهر ايسر المباريات اللي رسميه. الا بغينا حسابيه الا بغينا نتكلموا على الاظهره فممكن نقولوا عندنا ثلاثه ديال الاظهره على المستوى اليسار الا ضفنا اليوم يحيى عطيه الله، وظاهرين على مستوى اليمين الاعتبار ان مزراوي وحكيمي يعني ظاهرين في الجهه اليمنى. بالتالي يعني هذا الخيار هو اللي ربما خلى وليد الكراكي يضيف لاعب يعني في قلب الدفاع يكون لاعب خامس ربما في التشكيله ديال المنتخب الوطني يكون في القلب ديال الدفاع وما يكونش يعني جوج اللاعبين في الجهه اليسرى وجوج اللاعبين في يعني كظاهرين في الجهه اليمنى. كنعتقد بان يكون عندك حكيمي ويكون عندك مزراوي اللي هما كياخذوا مباريات على المستوى العالي وفي يعني مع انديه كبيره كباريس سان جيرمان وك يعني بايرن ميونخ يخفوا وغيعطيو واحد الاضافه يعني للمنتخب الوطني وخصوصا في الخط الامامي، لان مجموعه من اللاعبين كيف ذكر زميلي هشام يعانون من قله التنافسيه حتى في خط الوسط ولا في خط الدفاع. مجموعه من اللاعبين ما خدوش مباريات كثيره هذا الموسم وما كنعولوا عليهم في اللائحه طيب. يعني في التشكيله الرسميه ديال المنتخب الوطني وهذا ربما يشكل عائق لوليد الكراكي. طيب بطبيعه الحال الحديث اكيد انه خلال الايام القادمه قبيل انطلاق المونديال الحديث سيكون فقط عن هذه اللائحه، عن مدى جاهزيه اللاعبين، ما هي بطبيعه الحال السيناريوهات التي رسمها الناخب المغربي وليد الكراكي لتحقيق نتائج ايجابيه في المونديال القادم. شكرا لك صديقي هشام بن ثابت، كنت معنا بالشكل المباشر من مدينة الرباط، نلقاك في فرصة قادمة بحول الله. إن شاء الله، شكرا جزيلا وتصبحون على خير. شكرا جزيلا صديقنا هشام وتحية لصديقي بالعودي. شكرا سي محمد. مرحبا سي فؤاد وتحياتي سي هشام. شكرا لكما أصدقائي و للجميع، نقول الشكر موصول بالأساس لفريق العمل لكم أيضا وخصوصا أنتم مشاهدين أو في برنامج ملاعب، نقول لكم دائما في ختام البرنامج للحديث بقية إلى الملتقى.